اسمحوا لي في البداية ان انا ارحب بيكم واشكركم على يعني التناول اللي اثرى هذا الموضوع المهم جدا لحياتنا وحياة العالم كله، واشكركم على ان انتم اعطيتوا قوة دفع جيدة للمؤتمر اللي احنا هنعمله ان شاء الله في شرم الشيخ في نهاية هذا العام. انا يمكن هتكلم بطريقة مختلفة شوية. يعني الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي موجود على الأرض اللي ممكن يدمر بس ممكن كمان يصلح. الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي ممكن يدمر ويهدم، لكن هو كمان أيضا اللي عنده القدرة إن يبني ويصلح. فأنا مش هقول إن أنا يعني مش مستشعر الخطر اللي انتوا اتكلمتوا فيه واللي كلنا بنتكلم فيه، ويمكن هكلمكم عن تجربة مصر اللي احنا باختصار يعني خلال السنين اللي فاتت. لكن انا قلت ان الكلمة دي ابدأ بيها للناس اللي بتسمعنا سواء في مؤتمر هنا او الشباب اللي هيمشي من عندنا ويسافر لبلده. لازم تعرفوا ان انتم ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقادر على الإعمار والتنمية، وبالتالي أي شكل من الأشكال اللي بيحصل من تطورات سلبية ثقوا إنه آليات العمل الإنساني، مش بتكلم في سياسة ولا بتكلمش في تمويل ولا بتكلم في تكنولوجيا ولا بتكلم في قطاع خاص، دي آلية هائلة موجودة يستطيع من خلال الإنسان أن يتعامل مع الموضوع. حد مثال صغير كده وبعد كده أرجع مرة تانية. كان في نيويورك وفي الدول في الولايات المتحدة من 100 سنة أو أكتر شوية 120-130 كان حجم، أنا آسف، حجم روث مخلفات الخيول اللي موجودة كانت تصل في بعض الأماكن إلى 5 أدوار، وكانت بتسبب في مقتل آلاف من البشر نتيجة استخدام المركبات اللي بيجرها الخيل في ذلك الوقت. وكان بداية التحرك الإنساني برضو اللي هو إن زي ما بقول دايما في كل محنة وفي كل أزمة في فرصة.